ابوي يعني مربوحه مشيت كده خلاص. ايوه ضحت بنفسها عشان العطر يفضل. يعني ما هنشوفهاش جديه تاني اصل؟ ده انا كنت حبيتها قوي، بس كنت مداري الحب ده عنها، كان نفسي اقول لها انها اول حد يحبنا ويخاف علينا بالشكل ده بعد امنا، بس ما لحقتش. انا ما عاوزش مربوحه تمشي يا ابوي. يا ريته كان بيدي يا ولدي، يا ريته كان بيدي. انا ما كنتش متخيل انها تاثر للدرجه دي. انا قلت خلاص قلبي بقي حجر ما احسش بيه تاني، حد ما ربنا وقع البت دي في طريقي. بنت مهبوشه مجنونه بس قلبها ابيض، سرسبت في قلبي ما اعرفش كيف، كانها عيله صغيره تايهه. ما صدقت لقيت ابوها شعبطت في ديل جلبيته تمشي معاه منين ما يروح عشان يطبطب عليها ويطمنها يحسسها بالامان. بس تعرف عتره اللي عملته معاك ده خلاها كبيره في نظري. الإنسان اللي ضحي بنفسه عشان واحد تاني ما يعرفوش إلا من كام يوم ده يبقى إنسان أصيل وقلبه أبيض وما فيش منه. عندك حق، دي كانت جادة صباح العشاء عشان ترضيني. تعرف إيه اللي مزعلني يا أبوي؟ إيه؟ إنها ماتت بسببي. ما تقولش كده. لا ماتت بسببي. ما تلومش نفسك يا ولدي، هي ماتت بسبب الفجرة دول، بس ورحمة مربوحة لجيب حقها قبل ما دمها يبرد.